بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بقى هنبدأ في المنهج بتاعنا. بس قبل ما نبدأ في المنهج بتاعنا، الحمد لله المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدكتور مع الدكتور، وقال لنا انا اهم حاجة بالنسبة لي ان انتوا تفهموا الدنيا كويس، عبروا براحتكم، بس المهم يكون باسلوب صح، او الكتابة اصلا يعني تكون صح. تاني حاجة انا بعتذر عن الصوت في الفيديوهين اللي فاتوا، كان واطي شوية، انا كنت تعبانة بس. وفي الفيديو ده والفيديو اللي بعديه الصوت بس مش هيبقى مظبط قوي لان ستيل تعبانه يعني. نبدأ بقى. اول حاجه الفيديو ده هيكون شرح من اول سلايد. واحد تو سلايد 11 عشان الناس بس تتابعني وهي بتذاكر، وانا برضو هبين السلايد بعد كل شويه يعني. اول حاجه احنا عندنا، احنا قلنا مادتنا VLSI صح؟ الموضوع ده بيرمز لإيه؟ Very Large Scale Integration. طيب من اسمها كده، مش هو بيقول Very Large Scale Integration؟ لو هنيجي نترجم ترجمة حرفية، Large Scale Integration يعني الموضوع بيبقى فيه حاجات كتير صح كده؟ طيب ايه هي اصلا؟ قبل ما نقول ايه هي اصلا، احنا هنقول حاجة هي عبارة عن حاجة جواها ترانزستورز تانية بيتعمل لهم يعني جمع او حاجة على تشيباية، بمعنى اوضح. طيب احنا لما نيجي نذاكر، مش لازم التفاصيل قوي معانا دلوقتي، بس احنا هنظبط الدنيا بحيث ان احنا ايه نيجي نذاكر دلوقتي. very large يعني حاجة كبيرة قوي. طيب very large دي بتدل على ايه؟ ان هي حاجة بتكونتين 10,000 ترانزستورز، تمام؟ طيب طالما هي very large اكيد هيكون في ايه؟ في حاجات تانية يعني قبليها ايه؟ قبليها the small scale وال medium scale وال large scale وال very large scale. طيب ده هينقلنا نقطة تانية، بقى ال scales التانية. احنا قلنا ايه اول حاجة؟ قلنا small scale صح؟ اللي هي بنرمز لها SSI، دي بتنتج عن ايه؟ small scale integration، تمام؟ طيب ال small scale دي بتكون من ايه؟ من 10 لـ100. طيب احنا ال small الكبيرة بتاعتها شوية اللي هي ايه؟ اللي هي ال medium scale integration برضو. طيب بتشيل من ايه لايه؟ بتشيل من 100 لـ1000 ترانزستور، تمام. طيب اللارج بقى اللي هي ال LSI برضو لارج سكيل انتجريشن، بتشيل من 1000 لـ10,000 طبعا ايه؟ ترانزستورز، ماشي. طيب نروح بقى نشوفها في المحاضرة. قبل ما نروح نشوفها في المحاضرة، في حاجة كمان، في حاجة اسمها ال ULSI وحاجة تانية اسمها ال SLSI. دول الدكتور كتب عليهم كده disagreement، فتقريبا عليهم مشاكل او ان العلماء ما اتفقوش عليها او كده. نروح بقى نشوفها في السلايد. دي اهي الجزئية اللي احنا اتشرحت هنا، ودي التعريف، تمام. طيب نرجع بقى لموضوع ايه هي اصلا VLSI دي. ال VLSI دي نجيبها من هنا عشان الناس تكون شايفاها. هي ال process بتاعت creating an integrated circuit by combining thousands of transistors into a single chip. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بجيب شباية واحدة، بعمل عليها ايه؟ بكريت عليها IC اللي هي ال integrated circuit. طيب ال IC دي بتنتج يعني بتنتج من خلال ايه؟ بجيب thousands of transistors بيكونوا لي IC بحطها على تشيباية. دي باختصار. يبقى تاني ايه هي ال VLSI او ال LSI او ال medium SI؟ كل الحاجات دي هي ايه؟ هي بالنسبة لي ان انا بعمل عملية بكريت integrated circuit اللي هي ال IC، بترجتها يعني بكريتها عن طريق ايه؟ عن طريق thousands of transistors وحطهم مع بعضهم على تشيباية واحدة، تمام. يبقى
دي يا رب تكون اتظبطت كده. طيب ظهرت امتى الـ VLSI دي؟ ظهرت 1970. امتى؟ لما ابتدى ظهور السيمي كوندكتور، بس الكومبلكس اللي هو المعقد او الكبير، اللي نتج اصلا عن ايه؟ ان احنا بنعمل ديفلوبينج او تطور من خلال الكوميونيكيشن تكنولوجي. طيب عايزين مثال على الـ VLSI؟ عندي مين؟ المايكرو بروسيسور. ماشي، هو ده كل اللي احنا عايزينه. في معلومة زيادة، ان الترند ده expand to grow rapidly، يعني الدنيا ماشية فيه بسرعة جدا وهو عمال يتطور. ندخل على اللي بعديها. كل سلايد دي مش عايز اعرف منها حاجة غير حاجة اسمها مورز لو. ايه مورز لو دي؟ هو قانون كده اتعمل ايه، ان النمبر بتاع الترانزستورز اللي بحطه على التشباية كل سنة ونص بيتضاعف، بيبقى ايه الضعف بالظبط، الدبل. يعني من الاخر جابوا دراسة ان كل سنة ونص عدد الترانزستورز اللي بيتعمله امبيدد على الشباية بيبقى الضعف. يعني مثلا لو سنة، اول سنة مثلا كان 2، بعد سنة ونص هيبقى 4، بعد سنة ونص هيبقى 8، مضاعفات بقى. امشوا زي ما انتم ماشيين، ده كل معروف. نيجي هنا، دي بالنسبة لي مجرد abbreviations. اول حاجة الاي سي، الاي سي بترمز الانتجريتد سيركتس، اللي هو ايه؟ لو رجعنا تاني، ميني ترانزستورز على تشباية واحدة، اللي هي اللي احنا قلناها هناك. ال VLSI very large scale integration، هي modern technology مين لل IC، خلاص قلناها. دولت احنا هنأجلهم دلوقتي عشان هيكونوا في الفيديو اللي بعديه. بعد كده ازاي اكون ال VLSI system، او هو متكون من ايه؟ ببساطة بجيب شوية ترانزستورز واسلاك، ولما بظبط الاثنين سوا مع بعض بيديلي الشكل ده، اللي هو ايه؟ اللي هي سيركتس. يعني ايه سيموس لوجيك جيتس؟ دي بعدين برضه. كل اللي معروف في السلايد ده، او المطلوب ان احنا نعرفه، ان احنا بنكون ال VLSI ازاي؟ شويه ترانزستورز على شويه اسلاك مع ديزاين بيدوني سيركت اهو، كاني دول ترانزستورز ودي الاسلاك. هنا بقى بيقول لي what does it take to design VLSI systems، يعني ايه الخطوات اللي بتحصل عشان اصلا يبقى عندي في الاخر VLSI او الشباية اللي عليها الاي سي هات من الترانزستورز. بصوا دي اساسا بنعملها في اي مشروع في الدنيا. اول حاجة الايديا. يعني ايه الايديا؟ يعني الايديا او الابليكيشن، اللي هي ايه؟ اللي هي هنا في سلايد 7 الابليكيشن. يعني عايزة في الاخر انتج ايه؟ عايزة اعمل شباية بتطلع لي ايه؟ بعديها هكتب ايه؟ specifications، المخططات بتاعتها او المواصفات. طيب اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي نيجي هنا في سلايد 8، ايه المواصفات بتاعتي بتاعت السيستم ده، او انا هعمل ايه؟ اول حاجة لازم يكون عندي instruction set، اللي هي التعليمات بتاعتي او ايه اللي هيحصل وامشي عليها. تاني حاجة الانترفيس، اللي هي اللي هنا دي معناها الانبوت اوتبوت pins، يعني اللاي اوت عندي ازاي، فين البنز اللي انا هدخلها وفين البنز اللي انا هخرجها. تالت حاجة عندي الorganization of the system، يعني مرتبة ازاي، مين بعد ايه، اللي هي الحاجات اللي هبلة اللي نعملها في الاول دي. بعد كده بقى هيجي يقول لي ايه ال functionality of each unit in the، المفروض دي in the system and how it to communicate to other units. يعني كل حاجة في السيستم بتعمل ايه، وهتعمل communication مع الكومبوننت التانية ازاي. بعد كده ثانية واحدة، الديزاين للسيستم. خلاص انا جبت الايديا، عرفت انا عايزة ابقى اعمل ايه، وجبت السبيسيفيكيشن للمواصفات بتاعتها، عايزة اعمل لها ديزاين. طيب الديزاين ده بيحصل ازاي؟ بيحصل على مراحل تانية، اللي هي ثانية اهي. اول حاجة يا اما بستخدم ال VHDL، يا اما ال Verilog، يا اما System C. ايه الحاجات دي؟ انا مكنتش حاضرة المحاضرة، معرفش الدكتور قالها ولا لا، بس انا جبتها. الحاجات دي اسمها مش عارفة very hard، لا ثواني تقريبا كنت كاتباها، ثانية. ال VHDL هي hardware language، زيها زي ال System C، زي ال Verilog، دي اللغة اللي بتعامل بيها. بعد كده هعمل compilation ليها، وبعدين بعد الكومبايليشن هبتدي اظبط السكيماتكس بتاعتي. ايه السكيماتكس؟ اللي هو التخطيط، او يعني انا حامله الرسم، الخطه بتاعتي ان الرسم سوري السيركت دي هتمشي فلان، بعد كده فلان، بعدين كذا، بعدين كذا، مش عارف بعدين هتعمل ايه. الديفايس لاي اوت، الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي.
بعديها هعمل ديزاين للواير روتس. يعني ايه؟ يعني ده هيروح فين الطريق، يعني بمعنى اوضح بداية السلك فين، هيمشي فين، هيروح لمين كده، الحاجات دي. بعد كده هعمل حاجة اسمها باسك لاي اوت باترن، برضو هي زي الطرق بس دي هتكون باترن معين الاسلاك هتمشي فيه، والحاجة هتتوصل ببعض فيه، والسيجنالز هتروح من كذا تتنقل لكذا. بعد كده ده كان بيتعمل الاول بالايد او باستخدام كل شوية تول. بعد كده ظهر عندي الحاجة اسمها الكمبيوتر ايديد ديزاين تولز، وفرت عليا وسهلت طرق ان انا انفذ كل الديزاين ده. معلش لو هي مش واضحة قوي، بس دي اكتر حاجة عرفت اوصل لها وتبقى سهلة يعني الناس تفتكرها. بعد ما هعمل الديزاين هعمل عندي ايه؟ هعمل انالايز او موديل للسيستم. من الاخر حاجة عاملة زي دراسة الجدوى، يعني نجيبها هنا شرحها. إيه لا سوري، ده دي الاتنين مع بعض. ان انا بالاخر بعمل يعني زي دراسة الجدوى ايه بقى اللي هيتم بعد الديزاين ده. لو كل ده اتحقق هبتدي بقى ان انا اعمل ايه؟ فابريكيشن. انا هبتدي اصنع على طول، خلاص انا ظبطت كل الستابس دي. التصنيع ده بقى بيتعمل على خطوات. ايه هي؟ اهي اول حاجة، فاكرين اخر حاجة وصلنا لها في الديزاين؟ ما هو المفروض ده كان الباترن اللي انا همشي فيه، خلاص ده الانتاج بتاع الديزاين. نبدأ بقى نصنعه. اول حاجة هعمل عليها تاب اوت. يعني ايه تاب اوت دي؟ بصوا انا هعمل جنريشن. التاب اوت دي يعني production او جنريشن، ان انا هوديها لحد ويطلع لي منها حاجة. اول حاجة هوديها للماسك رايتر. من اسمه هو بيعمل ايه؟ بيعمل ماسك، او اللي هي حاجة اللي هي ده شكلها. بعد كده هعمل برينت للماسك ده على الويفر. طب ايه هو الويفر ده؟ الويفر دي هي شريحة سيليكون رفيعة جدا، بيتحط عليها ايه بقى؟ هي اصلا سيمي كوندكتور ماتيريال، ماشي. بطبع عليها الماسك ده زي ما هو كده، بحطه هنا عليه. بعدين بعمل عملية اسمها دايس. ايه الدايس دي؟ بصوا المفروض لما نعمل برينتنج للماسك بيكون في الشكل بتاع الداي ده على الويفر، ماشي، بيكون الكاريت. يعني بعد ما عملت برينتنج، خدوا بالكم البرواز ده كده بيطلع بقى بالشكل ده بعد ما اعمل له برينتنج على السيليكون او الويفر بتاعتكم. الدايز دي عملية الفصل، ان انا ببتدي افصل الداي عن الويفر، فبالتالي يعني كأني بلقط من الاخر الداي من الويفر دي. بعد ما بطلعها بعمل ايه؟ هعمل عليها تست بقى وابتدي ايه، لو هي تمام وبتحقق لي الحاجة اللي انا عايزاها خلاص هبتدي بقى احطها. لو هي يعني قصدي سليمة اصلا هبتدي احطها على الشباية بتاعتي دي. كده ان انا عملت لها ايه؟ باكجينج، ان انا خلاص الدنيا عندي بقت في الشباية. طيب بعد ما صنعت هيجي ايه؟ تيست او ورك از موديل. دي يعني ايه؟ عايزة اجربها بقى اشوفها بتنفذ اللي انا مخططة له اصلا ولا لا. هنا اهي هي دلوقتي بقى عندي الشباية، خلاص مريت بكل المراحل. عايزة اعمل تيست. التيست ده بيبقى عبارة عن 5 حاجات. اول حاجة هتأكد من السيجنال، من السيجنال انتجريتي، الكفاءة بتاعت الاشارة اللي هي بتوصلها لي، اول حاجة اللي بتمر في السيركت. تاني حاجة الباور كونسبشن، هشوف دي بتستهلك باور قد ايه، واذا كانت الباور اللي بتستهلكه ده فعلا بتعمل بيه حاجة ولا لا، وكده كأن يعني بجرب بطارية في لعبة، نفس الحوار بالظبط. الانبوت اوتبوت بيهيفير هبتدي اتاكد البنز اللي هي واصله، لو الناس اللي حضرت سكشن الاردوينو البن اللي داخل هو اللي طلع لي الحاجه اللي انا عايزاها ولا لا، وابتدي اشوف كل من الاخر الفتحات باينه ولا لا. ممكن في فيديو بعدين ابقى اشوفها، والناس اللي مستعجله خشوا على الجروب هتلاقوا باشمهندسه مياده منزله صور ليها يعني كده. رابع حاجه عندي هشوف بقى، طيب انا اتاكدت من الحاجات دي كتكنيكال، هشوف بقى الناتج الشيب دي الفانكشن بتاعتها بتطلع لي نفس الفانكشن اللي انا عايزاها ولا لا، وهشوف الكلوك فريكوينسي بتاعها اللي هو يعني البالسز في على مدار الساعه شغاله زي ما انا عايزه ولا لا. بمجرد ما انا عملت كده بصوا انا خلاص مريت بده كله، بعدين نفذت، وبعدين عملت تيست، طلعت يبقى تمام شبايه زي الفل. طلع فيها غلط هتترمي، يا اما زي ما اتقال في المحاضره بتتباع لدول تانية لو هي قال مثلا فانكشن بتعمل فانكشنز تانية بس في فانكشن مش موجوده بيبتدوا فعلا يصدروها. طبعا احنا ايه اهل الحاجات البايظه يعني. بس كده احنا فهمنا ايه هي الفي ال اس اي دي، هندخل فيها تعمق بعدين، بس هو لحد دلوقتي احنا فهمنا مكوناتها بتتعمل من ايه، نظامها،
وتاني هأكد تاني الكلام دوت هيتشرح في الفيديوز اللي بعدين، بس هو عشان ملقط شوية حاجات برضو من محمد مصطفى فلازم يجيب من الشرق للجنوب والجو ده. يا رب تكون الدنيا واضحة، ولو في حاجة مش واضحة او بتكلم بسرعة او يا ريت الناس تديني فيدباك عليها عشان اظبطها بعدين. بعتذر تاني عن الصوت الواطي.